انا كان في عمري 6 سنين 7 سنين، يعني نعقلوا على الوالدين كانوا من اللي يقرب يعني سيد الميلود هذيك العشريه من الاولى ينوضوا يقليوا سيدي، يديروا القليه، يقليوا الزرع، يقليوا هذا، يديروا الزميته، يديروا تنقدة، يديروا يعني الحوايج، يجيبوا البخور، يجيبوا نعمة سيدي، يلبسوا العادة الليلة اللي كي بغي يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيديروا حالات واحد المرأة مزيدة، وينوضوا يقبضوا البنادر، ويديروا يعني الخيام، كانوا يجوا من الخيام ويجتمعوا النساء في واحد الخيمة، ويبات يا سيدي البنادر، وكان البارود، والدينا وجدودنا يلعبوا البارود هذيك الليلة، هما يلعبوا بالبارود ماشي على الخيل، لا انسى يغنيو هما يشطحوا بالبارود ويخليو البارود اللي حتى الربعة حتى كيأذن الأذان تاع الصباح، ديك الساعة عاد الناس تمشي ترقد نهار 3 أيام، والناس هذيك 3 أيام فرحانة، الزيادة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ليها شان، وكان القرآن، كان الدين، كان هذا. اليوم لا، اليوم كل شيء قلدوه، وهذا الشيء اللي غاديين فيه راهم غاديين غير في الغلط، غير في الغلط. والحقيقة راه قال لك يقولوا الوالا اللي خلى حرف من السنة يتحاسب به، اللي خلي والصالة غادي تخلي منها، لا واش شي حاجة غادي تخلي منها، اللي خلى حرف من السنة يتحاسب به. كي داير هاد السنة اللي خلى حرف من السنة نتاع رسول الله كيتحاسب به أمام الله، يعني الزيادة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم خصنا نديروها عاودك بتقاليد كما كانت بكري، وكانت المرأة تقبض الرحى يومين ولا ثلاثة، والمرأة اللي هي تطحن في القرويشة يعني يطحنوا الزرع، يطحنوا القمح، يطحنوا الفارينة ويديروا الأشكال. اليوم حنا لا، دير القاطو، دير الكعك، دير المحنشة، دير كعب غزال، دير هذه الدري قريبوش ولا الدريوش ولا كيقولوا له، هذا الشيء هذا ماشي عادة تاعنا، عادة يهودية حقيقة. الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، كما نقول أنا في واحد القصيدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاريش أمي ولكن هنا نقولها، نقول نبدأ بسم الله الواحد سبحانه ربي مولانا صلى الله على محمد، عين الرحمة يشفع فينا، رسمه ربي في اللوح مقيد قبل الله يخلق بابانا، رسمه ربي في اللوح مقيد قبل الله يخلق بابانا، صلى الله عليه قد نجوم توقد محمد مفتاح الجنة، صلى الله عليه قد اللي تفدفد واللي خالقها مولانا، صلى الله عليه قد البكمة والناتق فوق الأرض وتحت السماء، منين عرج لله وسعد جاب لنا الفرايد والسنة، ويح الكافر اللي ما شهد ما تبع سنة نبينا، جاهنا ما ليه توقد في القرآن ربي وصانا، سعد اللي خدم اللي هو وجد باش يتلقى مولانا، فكر ليلة الأقبر واللحد تلقى عمالك يستنى، ناكر ومنكور يجيك معمد واش كنت تدير في دار الفانا، يا سعدين مدح محمد ومعهم كونوا في الجنة، والشكر والسلام عليكم ورحمة الله.